جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن سموه خلاله على صحته بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا، وهنأه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سموه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم لدولة الكويت وشعبها الشقيق. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لأخي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه النبيلة والتي تعكس عمق روابط الأخوة والمحبة التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه أن يمتعه الله بالصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.